نحن في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث ننظم فعالية حق الليلة للعام الرابع على التوالي إن شاء الله، وبتكون إن شاء الله تحت رعاية سمو الشيخة سلامة وسمو الشيخة شمة كريمات سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي. إن شاء الله بتكون عندنا هدايا كثيرة بالنسبة للأسر وبالنسبة للأطفال، ودائما الحمد لله الضيافة الإماراتية القهوة والتمر موجودة. وبالنسبة للهدايا الحمد لله عندنا شخصيات المركز عمير وقبيشة، بنوزع إن شاء الله عمير بالنسبة للشباب الأطفال وقبيشة إن شاء الله بالنسبة للبنات. عندنا احنا معروف حق الليلة هي تعتبر من التراث الإماراتي موروث دولة الإمارات العربية المتحدة، والجماعة كانوا في الماضي يحوطون بين الفرجان وعلى البيوت وأهاليهم وزعون عليهم الحلوى، تعتبر مناسبة سعيدة بالنسبة لدولة الإمارات وبالنسبة لدول الخليج باختلاف مسمياتها.